هذه الحلقة من خمس أشياء برعاية لعبة Death Stranding. من أجل اللاعبين. هلا فيكم حلقة جديدة من خمس أشياء وعنوان خمس فضائح ترجمة في عالم الألعاب. قبل ما نبدأ لا تنسون اضغطوا لايك وشاركوا بالقناة وفعلوا الجرس، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة Double Dragon 3. سلسلة Double Dragon بدأت في عام 1987 في الأركيد أولاً، وبعدها في أجهزة الكونسول، أولها جهاز نينتندو أو كمبيوتر العائلة. واللعبة طورت في نوع ألعاب البيتي ماب أو بما يعرف بقتال الشوارع. واللعبة فكرتها تختار أحد الأخوان جيمي أو بيلي وتقاتل الأعداء وتنقذ حبيبتك المخطوفة، واللي يضحك لو تلعب مع شخص ثاني يختار أحد الأخوان وتختمون اللعبة مع بعض، راح تقتلون ضد بعض واللي يفوز راح يحصل على البنت في النهاية. التخبيص أو الخطأ اللي كان في اللعبة هو في الجزء الثالث من السلسلة، غلطوا بكتابة أحد اسم الأخوان، بدل ما يكتبون بيلي أند جيمي كتبوا بيمي أند جيمي. مين بيمي هذا؟ شكله ولد عمهم محذوف مرتين في العائلة. ثاني لعبة معنا هي لعبة زلدا 2. سلسلة زلدا تعتبر من أشهر سلاسل الألعاب على الإطلاق، وموقف إصدارة ألعابها إلى الآن من أول جزء صدر لها في عام 1986، وكانت من أوائل الألعاب اللي يكون فيها عنصر الاستكشاف والمغامرة وعدم التركيز على رقم النتيجة أو الهاي سكور، واللي كانت تعتمد عليه معظم الألعاب القديمة وقتها مثل دونكي كونغ وباباي. وأيضا كانت من أوائل الألعاب اللي استخدمت نظام الحفظ عن طريق البطارية. وفي زلدا الثانية كان في غلط مطبعي، أو خلينا نقول خطأ في الترجمة. في شخصية تروح لها يقول لك أنا إيرور، I am إيرور، معناها أنا خطأ. الناس كثير ضحكوا عليها، لكن في الحقيقة هي مقصودة من النسخة اليابانية، لأن في شخصية ثانية اسمها بق وتعني بق، وهي المشاكل تصير في البرامج. يعني الشخصيتين اسمهم إيرور أند بق، وهي نكتة، لكن النسخة الأمريكية ما غيرت اسم بق وخلت يكتب مثل نطق الياباني بقو، وهذا الخطأ الحقيقي ما هو I am إيرور. ثالث لعبة معنا هي لعبة Final Fantasy 7. لعبة Final Fantasy تعتبر من أشهر ألعاب الجي آر بي جي إن لم تكن أشهرها. قصة الاسم Final Fantasy نشأ من صانع اللعبة ساكاغوتشي لما كانت الألعاب اللي يسويها تفشل، وقرر أنها تكون آخر لعبة له وغامر فيها، وسماها Final Fantasy أو الحلم الأخير، لأنها كانت آخر آماله وأحلامه، وإذا فشلت راح يدمر حلمه. لكن طبعا اللعبة نجحت نجاح ساحق وصدر أجزاء كثيرة منها إلى أن وصل جزء 15، مع المحافظة على اسم اللعبة Final Fantasy في كل أجزاء. والجزء السابع يعتبر الأفضل في السلسلة لدى العشاق، وراح يحصل على ريميك جديد له في شهر مارس 2020. الخطة في اللعبة كان في حوار بسيط بين شخصية كلاود وإيرث، وقالت لكلاود This guy are sick، وهذه الجملة لغويا خطأ في الإنجليزي، مفروض تكون This guy is sick، لأنها مفرد ما هي للجمع. رابع لعبة معانا هي لعبة سوبر ماريو سانشاين. شخصية ماريو تعتبر أكثر شخصية أيقونية في عالم الألعاب، ما يحتاج أتكلم عنها، معروف عند الكل، والألعاب التي لا تعد ولا تحصى. في لعبة ماريو سانشاين كان في خطأ لغوي لما تحصل على شاين أو هي شموس صغيرة جمعها بعد كل مهمة وتطلع كلمة شاين جيت. طبعا لغويا هذه خطأ، المفروض تكون You have got a shine. آخر لعبة معانا هي لعبة X-Men. لعبة X-Men Arcade نزلت على الأركيد من اسمها. لما توصل عند ماجنيتو وتحاول تهوش معه، أول ما تشوفه بيقول لك وطبعا هذه فقعت أم اللغة الإنجليزية كلها. المفروض تكون الجملة X-Men Welcome to your death، مو X-Men Welcome to die. وهذه كانت الخمس أشياء أو نقول خمس فضائح صارت في عالم الألعاب، قولوا إن شايكم فيها، وإذا عندكم أي فضائح ثانية اذكروا تحت بالكومنتس، وإن شاء الله حطلكم إياها بحلقة ثانية بإذن الله. كان معكم بدر الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.